ليش ما خبرتك؟ لحظة قررت ما خبر. ليه؟ لا بعرف. معك حق وليد، بكير بعدت يعرف. طب بركي فاجئتهم. لا هي ما عم بتفاجئهم. كمان معك حق. المهم نحن أنا وأنت نكون بالمصادر. تذكر ليش هالبنت بتضل مرعوشة هيك؟ وشو بتسمي رعشتها؟ كيف يعني؟ يعني كل رعشة نوع وكل نوع فيه له اسم. المهم انت خلي لي عينك على ما يسمع. عفوا؟ اللي سمعته أستاذ. أنت تساعديني؟ بشو بدك تساعديني؟ بالقضية. مكتب طويل عريض بينغل المحامين وأنت بدك تساعديني بالقضية؟ ليش بتعرفي تساعديني؟ لا يا أستاذ لا، مش حلوة بحقك. بحقي أنا؟ حضرتك أستاذي بالقانون، وأنا لما خلصت دراسي وأخذت شهادة حقوق ما كان ناقصني الا اتدرب اعمل استاج، فاعتبرني عم بعمل استاج بمكتبك. يا بنتي اي استاج واي تدريب؟ ليش بعدك فياعه اللي درستي؟ ما كان عندي شيء يلهيني جوات الحبس حتى انسى اي كلمه تعلمتها منك او من غيرك استاذ. غريبه هذيك الفتره، ما بعرف كيف سمحوا لك تدرسي جامعه وتعملي حقوق. حضرتك بتعرف مين السبب؟ المهم انت تعرفي قد زياد جابر بحبك. هو اللي ساعدني بكل شيء، اشتغل لي حتى ادرس جامعة واقدم فحوصاتي واتعرف واتلمس على ايدين اهم مرجع قانوني بالبلد. مش لهالدرجة ميسان. واكثر استاذ وحياتك، انا ما بنسى اللي علمتني اياه، ما بنسى فضلك علي، ما بنسى انك اشتغلت لي حتى كمان اتخصص اعلام بعد الحقوق. لهيك خليني ساعدك استاذ، خليني احضر اللوائح، خليني احس اني مفيدة. الله يرضى عليك استاذ، ايامي طويله وساعات بتزهق. اعتبرني ميسم عبود السجيني، بعمل لك قهوه، بنظف لك المكتب، حضر لك اللوائح. كيف هيدي بقى قهوه وتنظيف ولوائح؟ انت عارف قديش القضيه بتعني لي استاذ. لانها بتعني ليك، ما بدي يكون لي كيد فيها. تفرجي من برا لبرا. انه بدك ياني ضل حدك بس ما بساعد ما بتدخل؟ بتقدري؟ بحاول. بتأمر استاذ. وهلا من الشبه ومن ايديك. بدك مدفور على اللوايح. لئيمة. الو. ايه يا بنتي؟ هون؟ اكيد. وعلي الامان. بري. اشتقت لك. Thank you.